إذن بعد ما شفنا مبرهنات الكاشي الآن غادي ندوزو إلى الفقرة الثانية اللي هي مبرهنات المتوسط وبيان تيوغيم دو لا ميديان ولا كما غادي تشوفوا في بعض الكتب تيوغيم دو لا مويان ليكون أ بي سي مثلث و إي منتصف بي سي. إذا كان إي منتصف بي سي قلنا بأن المتوسط يمر من الرأس ومنتصف الضلع المقابل إذن أ إي غيكون متوسط ديال هاد المثلث هذا. في الفيديو السابق برهنا على أول العلاقات ديال مبرهنة المتوسط وهي العلاقة الأولى بأن الجداء السلمي بين المتجهتين AB AC هو مربع المتوسط ناقص 1 على 4 من ضم BC أس 2. إذن بالإضافة لهذه العلاقة هي صيغة من صيغ الجداء السلمي واللي من خلالها ممكن أنه نوجد قياس ضلع AE. إذا كنت نعرف الجداء السلمي AB AC وطول الضلع BC اليوم غادي نشوفوا البرهان على خاصيتين اخريتين اللي تتمكنني ايضا من قياس هذا المتوسط اي. الخاصيه الاولى هي علاقه ما بين مجموع مربعي ا بي و ا سي والمتوسط وطول ضلع بي سي بحيث ان ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 غادي تساوي هي 2 المربع ديال المتوسط زائد نصف بي سي اس 2. كما تلاحظوا بان هذه الخاصيه هي قريبه شيئا ما من هذه الخاصيه هذه. اذا نعي في عوض ما نخدمه في الجداء السلمي غادي نخدمه بمجموع مربعي الضلعين AB و AC. والمبرهنه الثانيه هي AB اس 2 ناقص AC اس 2 اللي غادي تساوي 2 الجداء السلمي بين المتجهتين EA و BC. وبالنسبه لهذه العلاقات راه كل تمرين وتنخدم بعلاقه على حساب المعطيات اللي تتكون متوفره في هذا التمرين هذا. اذا بالنسبه للعلاقه الاولى سبق برهنا عليها في الفيديو السابق، اليوم غادي نبرهنوا على هاد جوج العلاقات وغنبداو بالعلاقه الاولى اللي هي AB اس 2 زائد AC اس 2 تساوي، يعني باش نوصلوا بانها تتساوي 2 من ضم AE اس 2 زائد 1 على 2 BC اس 2. اذا كنا الانطلاقه غادي تكون من منضم AB اس 2 زائد AC اس 2. إذا كنا قلنا سابقا بأن راه كل متجهة أس 2 هي المنظم ديالها أس 2 فأيضا راه المنظم أس 2 راه هو نفس المتجهة أس 2، يعني ممكن نحولوا المنظم للمتجهة وبالتالي غتصبح عندنا المتجهة AB أس 2 زائد المتجهة AC أس 2. الآن غادي نستعملوا علاقة شارل في AB و AC بالنقطة E بحيث أن هنا غادي تصبح عندنا المتجهة AE زائد المتجهة EB أس 2 زائد المتجهة AE زائد المتجه اي سي اس 2، يعني هنا طبقنا علاقه شارل في هذه المتجهتين بالنقطه اي. اذا احنا الان عارفين كيفيه الحساب ديال هذا النوع ديال الصيغ، تصبح هي المتجه اي اس 2 اللي هي المنظم ديالها اس 2 زائد 2 الجداء السلمي بين المتجهتين اي واي بي، اي اي بي زائد منظم اي بي اس 2 زائد نفس الشيء هنايا غادي يصبح هو منظم AE أس 2 زائد الجداء السلمي بين المتجهتين AE EC وأخيرا زائد منظم EC أس 2. غادي نبسطو هنا تلاحظوا AE أس 2 AE أس 2 يعني 2 AE أس 2 زائد 2 جداء سلمي بين المتجهتين AE EB، هنا عندنا 2 جداء سلمي بين المتجهتين AE و EC، يعني ممكن أنه نعملوا باثنان المتجهة AE حيث أن هنا غتصبح عندنا 2 جداء سلمي بين المتجهة AE ومجموع المتجهتين EB زائد EC. إذا اللي بقى لنا هو EB أس 2 زائد EC أس 2 زائد EB أس 2 زائد EC أس 2. إذا وصلنا لهذه العلاقة وحنا تنعرفوا بأن راه E هي منتصف BC، لدينا E منتصف BC. إذا أش ممكن نستخرجوا من هذه المعلومة؟ اولا بالنسبه للمتجهتين اي بي و اي سي، اي بي و اي سي، اي منتصف وعندي اي بي و اي سي هما متجهتين عندهم نفس المنظم ومنحيان متعاكسان، اذا هذا تعني بان مجموع هذه المتجهتين غيكون المتجهه المنعدمه، يعني ان اي بي زائد اي سي تتساوي المتجهه المنعدمه وهذا الشيء راه كنتو تعرفتوا عليه في درس المتجهات. الان بالنسبه لاي بي اس 2 زائد اي سي اس 2 مادام ان اي هي المنتصف فان اي بي تتساوي اي سي، اي بي اس 2 تتساوي اي سي اس 2 اللي كلاهما تساوي 1 على 2 بي سي الكل اس 2. اذا الى عوضنا في هذه العلاقه، العلاقه غادي تصبح هي ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 تساوي هي 2 ا اي اس 2، بما ان هذه المتجهه المنعدمه اذا
هاد التعبير غادي يولي تساوي صفر، اي بي اس 2 لقينا تساوي اي سي اس 2، يعني انه غادي يصبح عندنا هو 2 و اي سي اس 2 لقينا هي 1 على 2 بي سي اس 2. اذا غنوزعوا عليهم الاس غادي تصبح هي 1 على 4 بي سي اس 2. اذا باختزال 2 من البسط والمقام غادي تصبح العلاقه ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 تساوي 2 ا اي اس 2 زائد 1 على 2 بي سي اس 2، وهالعلاقة تم البرهان عليها باش توصلنا لهاد النتيجة هادي. اذا الان غادي نمر باش اننا نبرهنوا على العلاقة الثالثة بنفس الطريقة اللي تعاملنا بها بالبرهان على هاد العلاقة الثانية، يعني اننا غادي نحولوا المنظم اس 2 الى متجه اس 2 ناقص المتجه ا سي اس 2 تساوي، نطبقوا ايضا علاقة شارل بالنقطة اي، غادي تصبح المتجه ا بي اس 2 هي المتجه ا اي زائد المتجه اي بي اس 2 ناقص المتجه ا اي زائد المتجه اي سي اس 2. اذا نشرو التعبير غادي تصبح هي منظم ا اي اس 2 زائد 2 الجداء السلمي بين المتجهتين ا اي و اي بي زائد منظم اي بي اس 2 ناقص، هنا ننتبهوا لانه هنا عندنا اقواس مسبوقه باشاره ناقص، اذا راه كل تعبير غادي نلقاو هنايا غادي نبدلوا ليه الاشاره ديالو، بحيث هنا غتصبح عندنا ناقص منظم ا اي اس 2 ناقص 2 جداء سلمي بين المتجهتين ا اي اي سي، واخيرا ناقص منظم اي سي اس 2. سنبسط التعبير، تلاحظوا بانه هنا عندنا ا اي اس 2 ا اي اس 2 ستختزل بما ان اي منتصف بي سي، يعني ان بي اي و اي سي متقايستان، وبالتالي فمنظم اي بي اس 2 متقايس مع منظم اي سي اس 2، وبما ان عندنا عددا متقابلان اذا سيختزل. وفي الاخير غادي يصبح عندنا هذا التعبير اللي هو ا بي اس 2 ناقص ا سي اس 2 يساوي 2 الجداء السلمي ا اي اي بي ناقص 2 الجداء السلمي ا اي اي سي. اذا ممكن انه نعملوا باثنان المتجه ا اي، اذا غادي يصبح عندنا هنايا جداء سلمي بين اثنان المتجه ا اي ومجموع المتجهتين اي بي وناقص المتجه اي سي. اذا اثنان المتجه ا اي، تلاحظوا بانه اذا بدلنا الاشاره ديال هذا المتجه فاننا غادي نحولوا الاصل يولي الطرف والطرف يولي الاصل، وبالتالي غادي تصبح عندنا المتجه سي اي زائد المتجه اي بي. نتلاحظوا بانه ممكن انه نطبقوا علاقة شارل هنا وغادي تصبح عندنا اثنان جداء سلمي المتجه ا اي والمتجه سي بي. اذا تم التوصل الى هذه العلاقة هذه، غير انه هنا احنا مطلوب منا ان نبين بانه الجداء السلمي بين المتجهتين اي ا و بي سي، هنا عندنا ا اي و سي بي. الى قلبنا هذه المتجهة بحيث ان الاصل يولي الطرف والطرف يولي الاصل راه غادي تولي ناقص اي ا، وايضا بالنسبه للمتجه سي بي الى قلبنا الاصل ولا الطرف والطرف ولا الاصل غتولي ناقص المتجه بي سي، وبالتالي ناقص في ناقص غادي تعطينا زائد. اذا ممكن اننا نحولوا بدون تغيير الاشاره هذا التعبير هذا، وفي الاخير غادي تصبح عندنا ا بي اس 2 ناقص ا سي اس 2 تساوي 2 الجداء السلمي بين المتجهتين اي ا و بي سي، وهذا هو المطلوب يعني الوصول الى هذه النتيجه. الان بعد ما تعرفنا على مختلف الخاصيات ديال المتوسط غادي نمر الان الى تطبيقها في هذا التمرين هذا. بالنسبه للتمرين ليكن ا بي سي دي رباعيا بحيث ان اي هي منتصف ا سي والجي هي منتصف بي دي، بحيث ان اي المنتصف ديال ا سي موجود هنا والجي المنتصف ديال بي دي راه موجود هنا. المطلوب اثبات هذه المتساويه ان ا بي اس 2 زائد بي سي اس 2 زائد سي دي اس 2 زائد ا دي اس 2 يساوي ا سي اس 2 زائد بي دي اس 2 زائد 4 اي جي اس 2. اذا للوصول لهذه المتساويه فاننا سنستعين بمبرهنه المتوسط. اذا بما انه هنايا عندنا اطوال اضلاع يعني وما عندناش جداء سلمي، اذا فما غنستعملوش هاد جوج العلاقات هادو، يعني غادي نكتفيو بهاد العلاقه الوسطى. اذا باش نديرو الحل ديال هاد التمرين غادي نوزعوا هاد الشكل الى مثلثات، بحيث ان المثلث الاول هو ا بي سي، غادي نعملو في المثلث ا بي سي. اذا باعتبار المثلث ا بي سي كما تلاحظوا بانه في المثلث ا بي سي عندنا اي هي منتصف ا سي، اذا بي اي هو متوسط في هاد المثلث،
بحيث اي منتصف السي، اذا بي اي هو متوسط المثلث ابي سي. اذا الان ملي وجدنا بان بي اي هو متوسط ممكن اننا نطبقوا في هذه العلاقه، فان ابي اس 2 زائد بي سي اس 2، ابي اس 2 زائد بي سي اس 2 تساوي 2 من ضمن متوسط اس 2 زائد نصف مربع الدائره الثالث، يعني نصف اس اس 2. اذا العلاقه الاولى حددناها انطلاقا من المثلث ابي سي. اذا الان غادي ننتقلوا باش اننا نطبقوا مبرهنه المتوسط في المثلث ادي سي، باعتبار المثلث ادي سي عندنا اي ايضا هي منتصف اسي، اذا ففي هذا المثلث دي اي يمثل متوسط ديال هذا المثلث. اذا ملي دي اي متوسط المثلث ممكن اننا نطبق عليه الان المبرهنه. المبرهنه تقول بانه من ضمن دي ا اس 2 زائد من ضمن دي سي اس 2 تساوي 2 من ضمن المتوسط اس 2، والمتوسط عندنا هو دي اي، اذا غتولي هي 2 دي اي اس 2 زائد 1 على 2 اسي اس 2. اذا هذه نعتبروها العلاقة رقم 2. الآن بجمع المتساويتين، يعني المتساوية الأولى والمتساوية الثانية، بجمع أطراف المتساويتين 1 و 2 سنحصل على أن AB أس 2 زائد BC أس 2 زائد DA أس 2 زائد DC أس 2، يعني تنجمعوا الطرف الأول مع الطرف الأول، وغادي نجمعوا الطرف الثاني اللي هو 2 BE أس 2 زائد 1 على 2 AC أس 2 مع الطرف الثاني اللي هو زائد 2 DE أس 2 زائد 1 على 2 AC أس 2. إذا توصلنا الآن هذه العلاقة اللي غادي نحاولوا أننا نبسطها شيئا ما. إذا العلاقة ستصبح هي AB أس 2 زائد BC أس 2 زائد DC أس 2 زائد DA أس 2 تساوي 1 على 2 AC أس 2 زائد 1 على 2 AC أس 2، يعني هي AC أس 2 زائد 2 من ضمن BE أس 2 زائد 2 DE أس 2، إذا 2 DE أس 2 اللي ممكن أن نعمل بها زائد من ضمن BE أس 2. إذا الآن كما تلاحظوا بأنه في هذه المتساوية هذه استطعنا أننا نحصل على AC أس 2، ولكن بالنسبة لبي دي و 4 اي جي اس 2 خصنا نستخرجوهم من هاد العلاقة هنا. إلا لاحظتوا جيدا بأن دي اس 2 زائد بي اس 2 ما هما إلا ضلعي المثلث دي اي بي، يعني أنه يعتبرنا المثلث دي اي بي بحيث أن جي هي منتصف دي بي، فإن هاد اي جي هذا غادي يكون متوسط ديال هاد المثلث. إذا الآن باعتبار المثلث دي اي بي بحيث انه حسب المعطيات عندنا جي منتصف الضلع بي دي، اذا الا كانت جي منتصف الضلع بي دي هذا تعني بان راه اي جي يمثل متوسط المثلث دي اي بي، مادام انه متوسط المثلث اذا حتى هو ممكن انني نطبق عليه المبرهنه ديال المتوسط. اذا وحسب مبرهنه المتوسط فان دي اي اس 2، يعني في هذا المثلث دي اي اس 2 اللي هي اي دي اس 2 مادام اننا نتكلموا عن المنظم، دي اي اس 2 زائد بي اي اس 2 تساوي، قلنا بان مجموع مربعي هذين الضلعين غيكون هو 2 اي جي اس 2، يعني 2 منظم المتوسط اس 2 اللي هو اي جي اس 2 زائد نصف مربع دي بي اس 2. اذا الان ما بقى لنا الا نعوض هذا التعبير اللي وجدنا هنايا في المكان ديالو، يعني بين القوسين. اذا اصبح هي ا بي اس 2 زائد بي سي اس 2 زائد دي سي اس 2 زائد دي ا اس 2 تساوي ا سي اس 2 زائد 2، وهنا كما قلنا غادي نعوضوا هذا التعبير بهذا الشيء اللي وجدنا هنا، عامل ل 2 اي جي اس 2 زائد 1 على 2 دي بي اس 2. بنشر 2 على ما بداخل الاقواس غادي تصبح ا سي اس 2 زائد 4 اي جي اس 2 زائد 2 في 1 على 2 اللي هي 1 دي بي اس 2، وبالتالي راه توصلنا للمتساويه المطلوبه ا بي اس 2 زائد بي سي اس 2 زائد من ضمن دي سي اس 2 زائد دي ا اس 2 تساوي ا سي اس 2 زائد دي بي اس 2 زائد 4 اي جي اس 2، وهذا هو اللي كان مطلوب عندنا في هذا التمرين. هذا تمكننا من الوصول إليه
بهذه الطريقة هذه. إذا نتمنى أيضا أن ما شرح في هذا الفيديو هذا يكون مفهوم بشكل جيد. وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا، مازال عندنا واحد جزء آخر اللي هو الجزء الرابع. هذا الجزء هذا اللي غادي نخصوه لصيغة الجيوب، يعني الصيغة ديال السينوس وعلاقتها بالمساحة. وبقات لنا أيضا فقرة أخرى هي كيفية تحديد مجموعة نقط، يعني بعض الأسئلة اللي تطرح على هذا الشكل، حدد مجموعة النقط بحيث أنه تكون معطيني واحد التعبير، خصني نحدد المجموعة اللي تنتمي لها هذيك النقطة M. إذن هذا الشيء اللي غادي نشوفه إن شاء الله في الفيديو المقبل. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.